هلا والله، السلام عليكم. الكاميرا الجديدة 2024 ليد نهاري جاي بالشكل هذا، إضاءات فل ال اي دي، الجنوط الكفرت من شركة جودير، المرايات الجانبية بالتصميم هذا هنا للدلالة ان السيارة هايبريد، فيها كاميرا امامية، السقف جاي قزاز بالكامل يعني بدون فتحة، المقابض من الكروم. اوكي شوفوا لمسات الجلد هنا بعدين الين هنا، هنا مواد ناعمة. اوه دبل جلاس، تخيلوا دبل جلاس، واو دبل جلاس يا حبيبي، والله كلام كبير. شوف التخشيبة هنا، هنا الطبلون ايش اسمه مواد ناعمة مع تطريز خياطة، وهذا قاعد له ساعة قاعد يلعب بالشاشة. المراية الوسطية تعتيم يدوي غريبة، وشوف الإضاءة في السقف كيف. بعدين شوفوا التحكم بالتكييف مدمج هنا في نفس التخشيب، فتحة التكييف، التشغيل، شحن ويرلس، منافذ تاب سي 3 ما شاء الله، منطقة تخزين عملاقة، الجير بالشكل هذا، اوتو هولد، بريك الكتروني. شوف المسند قديش طويل ما شاء الله، في 12 فولت هنا. عاد الكامري مريحة، والمقاعد اتوقع انه المقعد صار اريح، تحكم كهربائي للمقاعد الامامية، المقاعد بالشكل هذا. شوفوا المساند، بس شوفوا يا اخي السقف جدا جميل مع السقف الزجاجي، بس ما تقدر تفتح، والاضاءات شوف كيف جاية، قزاز بالكامل. طيب على فكرة ايوة، شوفوا هنا طبعا كاتبين باللغة الصينية، لكن ايش مكتوب ميدين تشينا بالصيني، ف سيارة صينية يابانية ايش ما كانت نوعها، 99% من السيارات اللي تنباع هنا في السوق الصيني يتم تصنيعها في الصين. هذه خلفيتها، في عندك إضاءة هنا LED، هناك برضه نفس الكلام. حلو، إيش في يا مدير؟ نوافذ الخلفية مدبلة، أوه أوه يا كامري والله قوي. شوف شوف هنا مواد ناعمة مش بلاستيك، ها أتوقع هذه أعلى فئة تشوفها في حياتك، بس أتوقع في فئة شفناها في الكامري انه حتى المقاعد الخلفيه تقدر تتحكم زي الافلون. المهم والله صراحه انا تفاجات انه كيف النوافذ الاربعه كلها دبل جلاس، انتم مستوعبين؟ شو التخشيب حتى هنا موجود، فتحات التكييف، منفذين تابسي، الطبلون بلاستيك هنا، بس بالله 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 شوف 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 السقف كلام، والله السقف كلام. اوكي نجي لخلفية السيارة، عندنا حساسات عددهم اربعة، جميل. شوفوا الاضاءات كيف جاية بالشكل هذا، ال اي دي والريوس ال اي دي، كل شيء ال اي دي يا حبيبي، كاميرا خلفية. طيب خلينا نشوف. اوكي اتوقع لازم من هناك، بس اتوقع شنطة عادية مش كهربائية. العواكس، شوف الديفيوزر نفس لون السيارة، شايفين؟ فتحة العادي هنا مخفية، تانكي هنا لازم تفتح من هناك، اللون بعدين لؤلوي على ما ادري كيف، مو لؤلوي اللي نعرفه. دقيقة خلينا نشوف الشنطة، بتأكد الشنطة كهربائية ولا، والله فين فين، ايوه يفتح. ما يفتح والله، كنت بتأكد هل هي كهربائية ام لا، لان زر فما ادري صراحة. المهم نكمل، هنا عندنا المسند الوسطي، في حاملات الاكواب، منطقة تخزين، فتحة تكييف، ومنفذين تابسي، وتقدر تتحكم بالمقعد. شوفوا كذا،
حلوين حلوين. خلينا نشوف جهة السائق. ذاكرة التخزين وضعيتين، صفط المرايات اوتو، حركات السنتر لوك، النوافذ الاربع كلها اوتو دبل جلاس. هنا العتبة عندنا مكتوب كامري. المقاعد تحكم كهربائي مع الوسادة. شوف بالشكل هذا يا ساتر. خلينا ارجع المقعد. شوف هذا المستشعر عشان السيارة تقرأ اذا انت نعسان ولا لا. وهنا الطبلون عبارة عن شاشة، وشاشة نقية جميلة. البوري مو شغال. المهم هنا الحفاظ على المسار، القيادة الشبه ذاتية تقريبا، تحكم بالمثبت، الرادار، المود اللي هو الوسائط التوقف المسارات، وهنا الصوت والأوامر الصوتية والتحكم بالوسائط ورد ورفض المكالمات والرجوع. على اليمين عندنا مساحات فيها ميزة الأوتو، على اليسار إضاءات فيها أوتو أيضا. وشوف حتى تشوف اللاذة، طبعا هنا مواصفات صينية نتكلم. بعدين الرؤية، أوكي رؤية محيطية. فصل مانع انزلاق، عندنا العالي الأوتو، ترفع تخفض الإنارة، وفتحة غطى البنزين وشنطة. بس المراية تعتيم يدوي. هنا الإضاءة شوفوا كيف، أوكي في إضاءة. وهنا برضو نفس الحكاية. صحيح صحيح كلام صح. غطى المحرك بساتم. عندنا العازل، هذا هو المحرك. ما عندي أي معلومات عن المحرك، لكن هذا هو المحرك. اتفقنا؟ يلا كان معكم أبو نهال، إن شاء الله أني ما قصرت معاكم يا محبين الكامري. ونجي للبرادو. هذه السيارة منتظرة، هي المفروض تجي عدسات لكن هنا مش عدسات. تمام، تصميم السيارة جدا جميل. اللي يحب التصميم الصندوقي شوف هذه خلفيتها، شنطة كهرب. طبعا تقدر تطلب ثلاث صفوف او صفين حسب. هنا منطقة تخزين، هنا في منطقة تخزين. في الأخير نتكلم عن سيارة متعددة الاستخدام، لاند كروزر برادو. طبعا جاء شكلين ترى على فكرة، شو بدون فتحة، في فتحة في قد في الأمام. طيب نجرب نقفل. أيوة لما نقفل كذا بيكون التصميم الخلفي للسيارة.